مدارس البترول بعد الإعدادية 2022 قدم حالا اعرف الشروط والأقسام المميزة وطريقة التقديم. تم الإعلان عن فتح باب التسجيل في مدارس البترول بعد الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2022 إلى 2023، وقد تم توضيح جميع المعلومات الخاصة بعملية التقديم وأقسام المدارس في بيان من قبل مسؤول الدراسة النظرية بمجموعة الإسكندرية الصناعية للبترول. وقد صرح الأستاذ محمد علي عن درجات القبول في المدارس وأنه يوجد اختبارات وإجراءات يجب التزامها حتى يتم تحديد القبول في طلب التسجيل للطالب في المدارس أو رفضه. مدارس البترول بعد الإعدادية وضح مسؤول الدراسة النظرية بمجموعة الإسكندرية الصناعية للبترول عن طريقة التسجيل فيها للسنة الدراسية الجديدة. كما أعلن الأستاذ محمد علي عن تواجد عدد من الأقسام بالمدرسة، ويتم القبول في القسم وفقا لمجموعة من الشروط التي تحددها. مثل مجموع درجات الطلاب في الصف الثالث الإعدادي وغيرها من الشروط، وتم التأكيد بضرورة تسجيل الطلاب في هذه المدارس. ويوجد عدد من المميزات عند التسجيل فيها، بأنه يمكن للطلاب الالتحاق بكلية الهندسة أو أحد المعاهد الفنية الحكومية أو الخاصة بعد القيام بعمل معادلة. إقسام مدارس البترول 2022: قسم الملابس الجاهزة، الكهرباء الصناعية، قسم الشبكات والتكيف والتبريد، هندسة الحاسب الآلي، قسم فني معمل، البترول، قسم النقل البحري والملاحة، السيارات، قسم الميكانيكا، الإلكترونيات. الشروط المطلوبة للتسجيل في مدارس البترول: هذه المدارس هي أحد الخيارات المميزة التي يمكن للطلاب الحصول عليها بعد الانتهاء من الشهادة الإعدادية، ويمكن للطالب عمل معادلة بعد الدراسة فيها للالتحاق بالعديد من الكليات والمعاهد. وقد أكد الأستاذ محمد علي مسؤول الدارسة النظرية بمجموعة الإسكندرية الصناعية للبترول بفتح باب التسجيل في المدارس وفقا للشروط التي تم وضعها كل قسم، وللتعرف على الشروط تابع التالي: يجب أن يكون الطالب قد نجح في كافة اختبارات المدارس التي تقيس مدي إدراكه، خلو الطالب من أي إصابات في الجسد، إجراء كشف خاص للطالب لمعرفة الطول والوزن المناسب، حصول الطالب المتقدم على مجموع كحد إدني يبلغ 230 درجة في الإعدادية. يوجد أقسام أخرى في هذه المدرسة تأخذ من مجموع يبدأ من 140 درجة حتى 170 درجة. يتمكن الطالب من الحصول على التدريب في شركات البترول المختلفة.